علي هو ابن الأسرة فقيرة، كان يذهب يوميا إلى البقال لشراء الخبز والجبن لإطعام أسرته، ولكن بمرور الأيام ازداد سعر الطعام، بينما لم يزيد المبلغ الذي يأخذه علي ليشتري به الطعام، حتى أصبح ما يأخذه علي لا يكفي لشراء ما يكفي الأسرة من الطعام. أيها التاجر الكريم، إنني فقير ولا أستطيع أن أحضر المزيد من المال، فهل تعطينني ما أحتاج من الطعام؟ ليس لي شأن بك، إن أردت الطعام أحضر ما يكفي من المال. وكان لدى التاجر ابنا وحيدا، فكان دائما ما يدلله ولا يترك شيئا رغب فيه إلا ويكون لديه في الحال. وفي يوم سأل الطفل أبيه عن السبب في أن لديه زملاء فقراء في المدرسة، ولماذا لا يملكون مثله المال؟ اهتم بشأنك فقط يا بني، ولا تهتم بشأن أحد، فكل له حياته ومشاكله. خضع الطفل لرغبة أبيه، وفوجئ الأب بابنه يطلب يوميا الكثير من الحلوى، ففرح الأب بطاعة ابنه له، وأخذ يجلب له الحلوى المستوردة الفاخرة التي لا تباع في مدينته. وذات يوم وجد التاجر حلواه الفاخرة في يد طفل آخر، فأسرع إليه وسأله من أين أتى بها، واتهمه بسرقة ابنه، فأخبره الطفل بأنه لم يسرقها وإنما اشتراها من محل الحلوى بجانب المدرسة. ذهب التاجر بعدها إلى محل الحلوى وسأل صاحب المحل من أين أتى بهذه الحلوى، فأجابه صاحب المحل أنه يأتي إليه يوميا طفلان، أحدهما فقير والآخر يبدو عليه ملامح الثراء، يحمل في يده حلوى فاخرة يريد أن يبيعها لي ولو بنصف ثمنها، فأخذ الحلوى منه وأعطيه نصف ثمنها، لأجده يعطيه للطفل الفقير ويخبره بأن يذهب ليشتري الطعام لأسرته. خجل التاجر من نفسه وعلم أنه كان مخطئا، وتأكد أن الله يرزق من يشاء من مال من يشاء، وأعد للطفل الفقير حقيبة مليئة بالطعام، ووعده أن يعطيه يوميا ما يكفيه هو وأسرته من الطعام. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.